نظارة اللحام هي عبارة عن عدسة معتمة أو مظلمة تعمل على فلترة الإشعاعات الناتجة من عملية اللحام حتى لا تؤذي البشرة والعينين. إيه هي أنواع عدسات نظارة اللحام أو خوذة اللحام؟ النوع العادي اللي هو يجي بالشكل ده، والنوع الاوتوماتيك اللي هو يجي بالشكل ده. بالنسبة لأنواع نظارات اللحام، عندنا نظارات اللحام اللي هي دي نظارة مخصصة للحام معتمة وليست نظارة شمس. من يحتاج أن يقتني نظارة اللحام أو خوذة اللحام؟ أي حد يعمل في مهنة اللحام عليه اقتناء نظارة اللحام. والمقصود بنظارة اللحام مش دي، مقصود بها هي خوذة اللحام، ماسك اللحام. طيب بخصوص الناس اللي بتشتغل بنظارة الشمس، الحدادين اللي بيلحموا بنظارة الشمس، نظارة الشمس غير كافية لحماية العين من أشعة اللحام، وحتى نظارة اللحام غير كافية لحماية العين أو الوجه من أشعة اللحام. دي فقط بتحمي العين جزئيا، حماية جزئية، بحيث لو هتلحم تلحيم خفيف أو تبنيط خفيف لفترات قصيرة جدا يمكنك ارتدائها ولا تحمي العين تماما. عندنا من نوعية النظارات الصغيرة، في نوعية أوتوماتيك بتيجي على هذا الشكل، طبعا بيجي معها أستك، وهذه النوعية هي تعمل بشكل أوتوماتيك، تحمي العين فقط وتحمي العين جزئيا وليس كليا، ولا تحمي الوجه ولا تحمي البشرة. عندنا تاني من أنواع النظارات اللي هو خوذة اللحام، نوعية النظارات الصغيرة غير كافية لحماية العين والوجه بشكل كلي من أشعة اللحام، ويجب عليك كحداد أو طبعا معروف ان اللحامين بيستخدموا قفازات اليد وبيستخدموا الخوذة اللحام، انا بتكلم عن الحدادين ومن يمارسون مهنة اللحام والحدادة وخصوصا الهواة. في طبعا جدل بين الحدادين بخصوص ارتداء ادوات الحماية. زي ما حضراتكم عارفين ان احنا في مصر لا نلتزم بتاتا باي نوع من انواع الحماية. السيفت عندنا في مصر زيرو، الا مؤخرا بدأت الناس طبعا بحكم ان بقى في سهولة في الحصول على المعلومات، وبقى في سهولة في ان انت تدخل على الانترنت تتطلع على مخاطر اللحام وتشوف ادوات الحماية وتشوف الناس برة شغالة ازاي. طبعا بنتفاجئ ان احنا كنا شغالين اي كلام في البتنجان وشغل كل نصكم. انا شخصيا تعودت على خوذة اللحام، هذه النظارة الصغيرة لم اعد اعمل بها اطلاقا. هذه الادوات كلها الصغيرة خلاص انتهت بالنسبة لي. انا بلحم بالخوذة تمام، ابدا ان انا اشتغل بالوش العادي ده ابو 20-30 جنيه اللي هو بلاستيك تدوير. طبعا ده الوش ده انا ركبت له عدسة اوتوماتيك وبشتغل بالحد دلوقتي زي الفل، ما فيش فيه اي مشكلة ابدا. لكن انت لو عندك اعمال لحام كبيرة وهتركب عدسة عادية ازازة معتمة من ديت في الوش ده ماشي وتستخدمه، مفيش اي مشكلة. لكن لو انت شغال في الحدادة او لو شغال في لحام الارجون تمام، فانت محتاج ايدك تشتغل بيه، فبيبقى عندك مشكلة ان انت ما بتشوفش من دي. طيب الحل ايه؟ الحل ان انت محتاج خوذة اوتوماتيك. بخصوص مخاطر
بخصوص مخاطر اللحام على العين وعلى الوش. انت لو سألت حداد من الحدادين تمام وقلت له انت ازاي بتشتغل في النظارة دي وازاي عينك بتتحمل كمية الاشعاعات الكبيرة اللي انت بتتعرض لها كل يوم، وخصوصا لو انت شغال في ورشة والورشة دي بيشتغل فيها اكتر من بنسة لحام، فانت معرض اكتر لكمية اشعاعات كبيرة جدا، وساعتها النظارة دي هتكون غير كافية تماما. طيب واحد من الحدادين هيرد يقول لك لا يا باشا، ده انا بشتغل بالنظارة دي بقالي 20 سنة من قبل ما انت تتولد ومن قبل ما انت تشتغل في المهنة، وانا بشتغل بالنظارة دي وعيني زي الفل. هقول لا غلط، انت عينك مش زي الفل ولا حاجة، هو كل اللي حصل ان انت من كتر تعرضك للاشعاعات دي عندك تلف في الالياف العصبية، فانت ما عادش بتحس بالالام والحرقة، وما عادش بتحس بتعب اللحام بالليل، ده بسبب ان انت عندك الحساسات بالسلام. ولكن التأثير على عينك ما زال مستمرا، ومع الوقت وقدام ولما تكبر في السن هتعرف ان انت كنت غلطان، وان دي ما بتحميش من اشعة اللحام. من فترة مثلا من 10 سنين ولا من 7-8 سنين كان من الصعب ان انت تحصل على خوذة لحام اوتوماتيك، او مكناش عارفين بتتباع فين ولا بتيجي منين، وكانت غالية جدا. النهاردة الشركات الصينية والمستوردين ومواقع الانترنت، مواقع البيع والشراء على الانترنت، اصبحت النهاردة بتسهل لك عملية الشراء. زي انك تبحث على طلبك وهتلاقيه بإذن الله متوفر، وهتلاقيه بأسعار مناسبة ليك. الحاجة اللي بتحافظ على صحتك مش خسارة فيها أي فلوس. لما تدفع لك 1000 جنيه ولا 1200 جنيه ولا 700 جنيه ولا 500 جنيه ولا 800 جنيه في خوذة أوتوماتيك تحمي عينك وتأدي أداء كويس جدا. وبعدين بقى في ناس تقولك ايه يا عم، انا ما اعرفش اشتغل بيه، انا بتخنق منها. لا انت مش بتتخنق منها ولا حاجة، لكن انت بس مش متعود عليها. انا شخصيا قبل ما اسافر برا مصر واشوف الناس برا بتشتغل ازاي، انا كنت بشتغل بالخيبة التقيلة دي تمام، ولما سافرت وبدأت اشتغل زي الناس بدأت اتعود عليها. في البداية ما كنت بتخنق منها وما كنتش بعرف اشتغل بيها، وده لان ما كنتش متعود عليها. دلوقتي انا حاليا متعود عليها جدا جدا جدا، وما اعرفش اشتغل من غيرها. ولو مش موجودة معايا ما ببقاش عارف اشتغل، وابقى حاسس ان انا ناقصني حاجة ومش قادر ان انا اشتغل بشكل كويس. والنظارة دي بالنسبة لي اصبحت من الماضي. طيب احنا دلوقتي جايبين لكم ايه؟ هنركن كل الحاجات دي على جنب، هنركن كل ده على جنب، ونشوف النهاردة معانا خوذة اللي معنا النهاردة هي شيء محترم جدا جدا جدا. هنفتح الكرتونة وهنشوف الخوذة، وهنشوف مع حضراتكم جودة الخامة المصنعة منها الخوذة، وهنشوف العدسة والخلية الضوئية والبطارية، وهنشوف كل امكانيات الخوذة ان شاء الله، وهننزل بيها الشغل. شوفوا حضراتكم، انا جاي من الشغل، انا لابس هدوم الشغل، وطبعا الجو بيمطر جدا والدنيا بتشتي جدا جدا. قلت اكنسل الشغل النهاردة، قلت ان انا ايه اصور فيديو عن الخوذة، وهناخد الخوذة وننزل نشتغل بها شغل عملي، مش هنجرب في حديدة ونلحم بنطة، لا احنا هنشتغل بها شغل عملي على ارض الواقع، ونشوف ادائها وهنقيمها بما يرضي الله بما لها وما عليها. كرتونة ممتازة، طبعا الجواب بيبان من عنوانه، يعني الكرتونة محترمة جدا جدا جدا. عندنا بعض البيانات اللي موجودة. عندنا هنا جدول ارشادي لانواع اللحام
وازاي ان انت تظبط عملية الاظلام، ازاي ان انت تظبط عملية الاظلام على حسب نوع اللحام، اذا كنت بتلحم ستيك او بتلحم تيج او بتلحم ميج او شغال بالبلازما، ازاي ان حضرتك تظبط درجة الاظلام مع درجة الامبير اللي انت شغال بيها من خلال الجدول المبين امام حضراتكم. هنلاقي الخوذة جاية بالشكل ده، وهنلاقي هنا كتالوج. مبدئيا ده الكتالوج، هنشوف الكتالوج وهنشوف الكتالوج وهنشوف كل المعلومات وكل التعليمات اللي موجودة عن الخوذة. طيب من حيث الخامة، من اول ما هتمسك الخوذة وهتشوف الملمس وتعرف ان الخامة المستخدمة هي خامة محترمة جدا جدا جدا، هتقدر تقيم المنتج من عنوانه. الخامة محترمة جدا جدا، مش بلاستيك تدوير. عارفين حضراتكم الخوذة البلاستيك التدوير اللي بتتباع ب 20-30، حضراتكم عارفين ان هي لا تغني ولا اتكسرت تمام. حضراتكم طبعا عارفين بلاستيك التدوير بيبقى سيء جدا جدا. طيب الحاجة اللي معنا النهاردة دي غير قابلة للكسر، انسى ده، حاجة كده متعوف فيها، دي غير قابلة للكسر. انت حضرتك هدا هيقع منك كتير جدا، وما تخافش عليه جدا جدا جدا، لان الخامة المستخدمة فيه قوية جدا 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 ومرنة ومش قاسية تمام، وملمسها محترم. دلوقتي هنشوف امكانيات هذه الخوذة في عملية اللحام. طيب احنا متفقين ان الخامة محترمة جدا جدا، ازرار ممتازة جدا جدا. المفروض ان اي جهاز محترم يكون اجزاؤه قابلة للفك والتركيب بشكل سهل، وذلك لسهولة التنظيف. طبعا بيدخلوا اتربة وبيدخلوا رايش، ويهمنا جدا ان هو يكون سهل الفك والتركيب. طيب لو حاولنا نفك الجهاز، هيبقى احنا عندنا عايزين نفك الزرار دوت. هنشوف الفك، طبعا الخامة المستخدمة هي خامة ممتازة جدا، والزرار زرار محترم، يعني شيء اول ما تشوفه هتعرف ان هو مش سوقي، ولا هو نص كم، ولا هو من اللي بتباع على الرصيف. لا، ده شركة محترمة، صحيح هي شركة صينية ولكن شركة محترمة وشركة معروفة. طيب عايزين نفك هنا السمولة ديت مقاس 10، عايزين نفكها. طبعا هنحاول نفكها بالايد، لا مش هتيجي بالايد، هنجيب مفتاح، ده مفتاح 10، هنحاول نفك. طبعا فكت، تمام. زي ما حضراتكم شايفين الزرار ده اتفك. عن المفروض ان احنا نفك دول، بس ما فيش وقت ان احنا نفك، فاحنا عايزين نطلع العدسة بس نشوف. طبعا هنا في نظام القفل، هو هيبقى بالشكل ده اهو. العملية سهلة وبسيطة جدا اهو. ان الخامة المستخدمة هي خامة ممتازة جدا، خامات محترمة جدا، خلية شمسية. على فكرة البطارية اللي موجودة هي بطارية ليثيوم. الجهاز طبعا لسه قابل للفك اكتر من كده، احنا ممكن نفك الجهاز اكتر من كده مفيش مشكلة. عندنا هنا حساسين، عندنا هنا شاشة الرؤية، وهي شاشة جيدة جدا تمام. وعندنا هنا الخلية الشمسية اللي هي
بتشحن الجهاز. طبعا ده احنا عارفين الزرار اللي هو بتاع درجة الاظلام على حسب انت شغال بكم امبير. انا شخصيا شغلي بيبدأ من 60 امبير، واقصى حاجة بشتغل ب120 امبير. بقدر اظبط من هنا على درجة اللحام زي ما هو مبين في الجدول اللي على الكرتونة. وعندنا هنا زرارين مهمين جدا جدا، حساسية وتقللها، بحيث ان الجهاز يحس تمام، يحس باشعاعات اللحام، بتظبطها من هنا وبتزود الحساسية او بتقللها. الزرار ده هو اللي هو اسمه زرار الديلاي، سرعة الاستجابة والتأخير. يعني اول ما تشيل ايدك عايزه يستنى شوية ولا عايزه اللزقة ديت. طبعا هو الجهاز ده قابل للفك اكتر من كده، انا شخصيا مش لازم ان انا افكه يعني، وخصوصا ان هو فيه بطارية بساعة 600 ملي امبير. يعني اشتغل انت بس، اشتغل انت بس، هو هيكفيك وزيادة. انا عندي مثلا القناع ده مثلا في حدثة بسيطة جدا، بحساس واحد بخلية شمسية صغيرة جدا، ممتاز جدا، شغال مفيش فيه اي مشكلة خالص. لو اتحط في الضلمة مثلا والبطارية فضت، بمجرد ما بيشوف اي اضاءة، نور لمبة، نور الشمس، نور اللحام نفسه، بترجع الخلية تشتغل والبطارية بترجع تشتغل تاني. في بطارية موجود هنا، طبعا الجهاز ده كبير جدا جدا جدا، يعني بطارية هنا 600 ملي امبير، يعني كبيرة جدا 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 وكافية ان انت تشتغل بيها الاف الساعات. عندنا هنا طبعا بيانات الجهاز، اوتو داركنينج، الموديل LY500A، الشاد اللي هو بيانات اللي هي عملية التظليل او الاظلام. طيب هنحاول نركب تاني، بس كنا عايزين نشيل اللزقة دي. وطبعا عندنا هنا شاشة حماية اللي بتحمي الأجزاء دي كلها من بعضها، من بتحميها من أي إصابات، أو أي بتحميها طبعا من أي، طبعا القطع ديت قابلة للتغيير، وكذلك الفتحات، فتحات دخول الهواء وخروج الهواء والتهوية والتنفس وإلى ذلك. نرجع نجمع الخوذة ونشوف مدى سهولة التجميع مرة تانية. طبعا بالشكل ده، بمنتهى البساطة طبعا بمنتهى البساطة رجعنا العدسة لمكانها بمنتهى البساطة. قياس الفلتر اللي هو 110 مليمتر في 90 مليمتر في 9 مليمتر، منطقة الرؤية اللي هي هتبقى بالمقاسات الموضحة ديت، وهي مقاسات عالمية، سرعة التأخير وسرعة التشغيل والتأخير. عندنا هنا الباور سبلاي اللي هو مزود الطاقة، اللي هو عبارة عن بطارية ليثيوم زائد الطاقة الشمسية او الطاقة الضوئية. طبعا عندنا هنا بيانات البطارية الليثيوم 600 ملي امبير ساعة، ودي طبعا بطارية كبيرة جدا بتشتغل لالاف الساعات. عندنا هنا درجات الحرارة اللي يقدر يشتغل فيها من -20، يعني من 20 تحت الصفر الجهاز ده هيبقى شغال معاك وفعال، الى 65 درجة مئوية، يعني الجهاز ده هيبقى شغال معاك لو انت عايش في كندا هيشتغل معاك، لو انت خدته معاك الكويت هيشتغل معاك. السنسورز عندك عدد 2 سنسورز، فلتر اللي هو فلتر الاشعة البنفسجية، وفلتر الاشعة تحت الحمراء اللي هي اليو في والاي ار.
ما شاء الله والله العظيم روعة روعة ما شاء الله. ايوه اطلع على جنب. دايما لحظة لحظة البتاع دي مبين على نفسه لو جيت هو هيكون من بين النقطة دي في النار. لا ما هنا الوقت من دي بالنسبة لسعر الخوذة، سعر الخوذة دي سعر منافس جدا 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 بالنسبة للأنواع الصين التعبانة اللي موجودة في السوق، واللي بتتباع ب 900 جنيه، واللي بتتباع ب 1000 جنيه، واللي بتتباع ب 1200 جنيه، وأنواع رديئة جدا جدا جدا. وبمجرد ما تمسك الخوذة في إيدك تعرف إن الخامة خامة تعبانة جدا جدا. لكن الخوذة اللي معانا النهاردة يا جماعة هي خوذة ماركة محترمة جدا، مش خوذة لا برسلم، مش شغل برسلم ولا شغل تعبان. دي خوذة يا جماعة الخير شيء محترم جدا جدا زي ما هي واضحة معاك في الفيديو. طيب سعر الخوذة دي كام؟ سعر الخوذة دي سعر منافس جدا جدا ومش هتلاقيه في اي مكان. سعر الخوذة دي 750 جنيه. سعر الخوذة دي 750 جنيه زائد مصاريف الشحن، ومصاريف الشحن هي مبلغ بسيط جدا 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 ان شاء الله. على حسب موقعك هتوصلك الخوذة، وان شاء الله الدفع عند الاستلام بعد ما تطمن ان الخوذة هي الخوذة اللي معانا في الفيديو دوت. وعاوز تجرب تجرب، وعاوز تتفرج براحتك وتطمن على حاجتك، وبعدين تدفع فلوسك. طيب سعر الخوذة احنا قلناه 750 جنيه زائد مصاريف الشحن، سعر متوفر عندنا ان شاء الله، بحيث ان احنا اللي بيوفر لنا الخوذة ديت هم المستوردين، هم المستوردين مباشرة. طيب في حاجة تانية عايزين نقولها؟ واخيرا ان اعجبك الفيديو اشترك في قناة الحداد المحترف على اليوتيوب، واضغط لنا لايك
تحت الفيديو ده تشجيعا منك وعشان ننزل فيديوهات جديدة ان شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا اللي كنت